أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد سبق وأن وشمت في موضع من جسمي وأنا أجهل الحكم، فهل أنا داخل في من لعنه الله؟ إيه نعم، الوشم لا يجوز، لكن إن كان تقدر على إزالته عليك بإزالته، تروح للطبيب، إن كان إنه له علاج يزال يجب عليك هذا، وإن كان ما له علاج فاستغفر الله وتوب إليه والله يعفو عنا وعنك. نعم.